استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي هاني دميان في إطار الاستعدادات الجارية لعقد النسخة السادسة لسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت رعاية الرئيس السيسي. وأكدت وزيرة الهجرة بأن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ للأهمية ويستدعي مشاركة كافة جهود الدولة وأجهزتها المعنية والخبرات الوطنية بالداخل والخارج لدعم استراتيجية الدولة.